أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف الخلاص من شيء عقد في القلب لا يرضاه الله تعالى؟ أثابكم الله. الدعاء، أن يدعو العبد ربه وأن يضرع إلى الله الذي هو منتهى كل شكوى والذي يكشف كل ضر وبلوى، وأعظم البلوى بلوى الدين. فإذا وجدت في قلبك داء وبلاء فاضرع إلى الله فإنه مقلب القلوب، وادعو الله فإنه علام الغيوب، وثق بالله فإنه يفرج الكروب، وإياك ثم إياك أن يخذلك الشيطان أو تسترسل في سبيل الغي والهوى والعصيان، بل كن واثقا بربك معتمدا على الله، فإنه إذا كمل يقين العبد في دعائه استجاب الله دعوته. وإن العبد قد يبتلى بالفتنة في قلبه أو جسده، في سمعه وبصره وجوارحه، فيأتيه الشيطان ويسول له أنه لن يترك هذه المعصية، وأن قلبه تعلق بها، وأنه فليس هناك بلاء على العبد أعظم من الذنب مثل هذا البلاء، وهو أن يستشعر العبد أن الذنب لا يتركه، أو يستشعر أنه لا يستطيع أن يترك الذنب، فهذا أعظم من الذنب، لأن هذا خير شر معين على الشر والعياذ بالله، هذا أشر من الذنب. ولذلك أصدق الناس من علامة صدق العبد في عبوديته لله أن يبتلى بالذنب ويتعلق به قلبه، وإذا به عنده يقين أن الله قادر على أن ينجيه من هذا البلاء في طرفة عين، بل في أقل من ذلك. يكون عند العبد يقين مهما عظمت الذنوب ومهما كثرت ومهما غيب القلب من داء وبلاء، من حسد وغي وهوى وشهوة ومعصية، فإن الله على كل شيء قدير. فإذا وثقت بالله فإن الله يزيل ما بك، والله جل جلاله يشفي وهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، فيشفي من أسقام القلوب ودوائها وبلائها وشرها وعنائها، لكن باليقين به سبحانه والثقة به جل جلاله. فثق بربك فإنه نعم المولى ونعم النصير. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، فإياك وكل ما يثبت هذا الأمر المحرم في قلبك. فإذا كان الإنسان مبتلى مثلا بسوء الظن بالمسلمين، مبتلى مثلا بالفحش، بالشهوة، بأي معصية، يبتعد عما يقوي هذا الأمر في قلبه، يحرص على البعد عنه، والبعد عن كل شيء يقويه من سماع محرم أو كلام محرم، ويأخذ بالأسباب في التوبة الظاهرة كما وفقه الله في الإنابة الباطنة. إذا جمع الله للعبد بين اليقين في قلبه والفرار إلى ربه بجسده فإن الله لا يخذله. أمر الثالث أنه إذا حصل عندك هذا اليقين فاعلم أن لله حكما حيث ابتلى عباده. فمثلا البعض يبتلى بذنب في شهوة سمع أو بصر، أو يبتلى بحسد في قلبه، أو يبتلى بعجب، أو يبتلى بداء من أدواء القلوب، ثم يصدق مع الله ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب فينجو، ثم يكبو والعياذ بالله. فإذا كبى فعليه أن يرجع أكثر من رجوعه الأول، ويصدق أكثر من صدقه الأول، لأن الله قد يمتحن العبد، فإذا كبى وضعف يقينه استولى عليه الشيطان وقد يتردى. ولذلك تجد البعض يترك المعاصي ثم يعود، ثم يتركها ثم يعود، فإذا جئته في الثالثة والرابعة إذا به قد قنط ويأس. لكن من الناس، وهذا مشاهد ومجرب وكثير من أخبر به وهو معلوم من سنن الله، من يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم ثم يكبو ثم يقوم، ولا يزال يستصرخ ربه، ولا يزال متعلقا بربه،
وتتكرر عليه، وهذا هو العبد المفتتن التواب الذي يحب ربه، لأنه من قوة يقينه وإيمانه أن الله يحب التوابين ما خاب ظنه في الله. ولذلك تجد الشيطان دائما حريص على هذا الأمر العظيم، وهو أنه يقول للعبد إنك قد كذبت على ربك، أنت منافق، كيف تكرر، كيف متى ما صدقت مع الله ولو بعد مليون مرة فأنت صادق، ومتى ما تبت إلى الله ولو بعد مئات الملايين من المرات فأنت تائب. لأنه متى ما كان العبد عازما على الإنابة إلى الله آخذا بأسبابها ولو تكرر منه ذلك مرات وكرات فإنه على خير من ربه. وثق بالله عز وجل كما ذكرنا، فإن الله نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله سبحانه لنا ولك وللمسلمين المعونة، والله تعالى أعلم.